وعليكم السلام ورحمة. أهلا بك. يعني رئيس الأركان المصري يزور أو يكون في زيارة للخرطوم، الأهداف غير معلنة، ينزل في قاعدة الخرطوم الجوية، يستقبل من قبل رئيس الأركان السوداني، وسبقت زيارته كثير من زيارات العسكريين والمناورات العسكرية وغيرها. يعني من خلال خبرتكم، هل ترون أن هذه الزيارات هي فنية عسكرية أم أنها ذات طابع سياسي بشكل أكبر؟ والله يا أخي الكريم، أصلا كل العمل العسكري هو عمل سياسي أولا، يعني ما في عمل عسكري دون أن يكون عنده مرجعية أو منطلق سياسي أصلا يعني. وهذه التحرفات ذات الشكل العسكري هي في غايتها ومضمونها سياسي يعني. والأعمال تفهم في سياق توقيتها كما تفهم في سياق إجراءاتها يعني. نعم. والتوقيت الذي تأتيت فيه هذه الاتصالات وهذه التحركات توقيت واضح جدا جدا، وما تحتاج لبيان كثير يعني. ويبدو انه الامر فيه اشارات لدولة اثيوبيا يعني. نعم. ويبدو انه الامر فيه اشارات واضحة جدا وكده يعني. انا ما شايف انه هذه التحرفات العسكريه يعني تصب في مصلحه السودان كما تصب في مصلحه مصر يعني. لا ابدا، هي هذه الاشاره تصدرها مصر ولا يصدرها السودان يعني، لانه العلاقات الاثيوبيه السودانيه قديمه وشديده وجيده عموما يعني. الاشكالات التي حدثت في منطقه الفشقه قدرت بقدرها وانتهت بترتيباتها وبالجهاتها يعني. واصلا الاحباش مقرين بالحدود يعني، مش ما مقرين بالحدود، هو مقرين بالحدود يعني. والاشكال كان كله اشكال بتاع ضبط ميداني وعمل الارض يعني. نعم. الان مساله سد النهضه وانه لازم يكون فيها حل عسكري، انا استرعي ذلك تماما يعني. نعم. وهنا سعادة العميد، لو اذنت لي، يعني انت تحدثت انه هناك رسائل، وان كان التحرك عسكري لكنها رسائل سياسيه تستهدف اثيوبيا، لكن هناك من يختلف معك في وجهه النظر هذه، يقول لك بان السيد البرهان شخصيا خرج واكد بشكل قاطع بان الحل العسكري ليس موجودا على الطاوله، وبالتالي يستندون في قراءتهم لهذه التحركات العسكريه بانها دعم للمؤسسه العسكريه في وضعها داخل السودان، واشارات لاطراف داخل السودان اكثر منها رسائل نحو اثيوبيا. والله هذا الاحتمال وارد، لكن ما هي الجهات داخل السودان التي يعني تساند فيها مصر القوات المسلحه السودانيه يعني؟ لا. ما هي؟ يتحدثون عن تدخلات خارجية ربما تسعى إلى إبعاد المؤسسة العسكرية عن الدور السياسي، وبالتالي مصر تحاول أن ترسل رسائل بأنها قد تكون داعمة للمؤسسة العسكرية في تصرفاتها السياسية وقيادتها للمشهد. نعم، هي مصر يعني من مصلحتها، ودائما هي كانت تسعى الديمقراطية في السودان يعني. أصلا هي تفتكر إنه الديمقراطية السودانية تعدي مصر تماما يعني، وهي مصر طبعا دولة غير ديمقراطية يعني، فرب تحب إنه يكون في نظام ديمقراطي أسهلها يعني. لكن القول بإنه مصر بتدعم الجناح العسكري ضد باقي المنظومة السياسية السودانية، هذا قول أنا أحسبه خطيرا جدا يعني. لانه هو اصلا القوه الكبيره والقوه المؤسسه والقوه الممسكه اصلا برحمه الدوله السودانيه هي القوات المسلحه السودانيه يعني، وليس هذه التنظيمات السياسيه يعني. القوات المسلحه السودانيه هي التي تمسك ببقاء وعظم الدوله السودانيه منذ 60 عاما يعني، وهذه وظيفتها وهي وظيفه معلومه لديها، وهي تمارسها بكل قوه في واقتدار يعني. التفصيلات التي حدثت والتي تحدث في هذه الفترة الانتقالية تفتح بغدرها يعني، لأن هذه الفترة الانتقالية فترة غير طبيعية يعني. نعم، فيها عمل عدواني وعدائي شديد، وفيها اختراق مخابرات
لا حد له للدولة السودانية، لكن كل ذلك يقدر بقدره هي، وذا كل ما 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 لا 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 يوفي إلى 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 إقراء القوات المسلحة من دورها الاستراتيجي القديم والثالث والباقي يعني.